مساء الخير واهلا بيكم في حكايه جديده من حكايه نجاح. وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات. النهارده معانا ثلاث حكايات مختلفين تماما، محضرين لكم حاجات كتير وبصراحه يعني كلها تقريبا تخص الستات. والحقيقه برضو ان انا اكتشفت ان الرجاله بقت بتهتم بكل الحاجات اللي احنا بنهتم بيها. هنعرف طبعا كل ده مع الدكتوره الصديقه اولا، واللي يعني بحلم اقعد تحت ايديها كده وتظبط لي وشي وتظبط لي شعري، بس لولا الظروف وبعد المسافات. خلوني ارحب معاكم بدكتور منى نعيم، اخصائي بشره وشعر. عامله ايه؟ ازيك كريستين؟ عامله ايه؟ انت اكتر سين. انا بفرح ما بشوف. صدقيني وانا كمان، وببقى من نفسي الفقره ما تخلصش من كميه المعلومات اللي بتقعدي تقوليها قبل الهوا. حبيبتي كريستين انا عنيا ليكي. حبيبتي تسلمي. خليني بقى على طول كده نستغلك استغلال وحش ونقول لك الحبوب والسيف بنعاني يا ميرنا. انا اللي بعاني مش انتوا اللي بتعانوا. انا اللي بعاني. قومي امشي. بصي يا كريستينا، هو الفكره ان الناس بتتعامل غلط مع بشرتها، يعني المفروض كل واحد يتعامل مع بشرته حسب نوع البشره. وطبعا في الصيف احنا بنمشي في الشمس عادي جدا، نعرق عادي جدا، ومش مطلوب ان انا وشي يطلع حبوب. فالمفروض ان انا اتعامل ازاي احمي وشي من الحراره ومن الشمس، ان انا على الاقل حتى استخدم صن بلوك، اللي هو الحاجه اللي بتحميك. ده انا ما بحبوش بصراحه. ليه؟ بيلزق. بيلزق وبيغير لون بشرتي، وببقى مش عارفه احط فوقيه ميك اب، فالموضوع بيبقى سخيف بالنسبه لي. تمام، انا هقول لك فكره، عشان بس انتوا الفكره انتوا بتستخدموا الحاجه غلط او بتختاروا المنتج غلط. المفروض نختار كل حاجه حسب نوع بشرتنا مش حسب الغالي. لا، هي الفكره انه اولا هو كصن بلوك بالنسبه لي انا في مصر ما فيش غير نوعين هم اللي مقتنع بيه. مش هنعمل دعايه طبعا، مش هعمل دعايه ولا هقول اسامي. اي صن بلوك مهم جدا، اولا بيحمي من اشعه اليو في اي واليو في بي. انا عايزه اقول لك ان اصلا صن بلوك المفروض نحطه قبل ما نقف قدام البوتاجاز وهنبتدي نعمل الاكل بتاعنا بنص ساعه. ده كلام فاضي. اي لا مش كلام فاضي، ما ينفعش. البقعه اللي بتطلع في الوش السمره اللي دايما الستات تيجي تشتكي تقول لك انا عندي بقعه سمره هنا، لسه بقعه سمره هنا، ده بقعه سمره في اورتي. كل ده بيبقى بسبب صهد البوتاجاز والسخونيه، مش شرط الشمس. ده ممكن الجو لو هو سخن بس كده في صهد من غير حرائق من غير ضوء شمس، يعني ممكن يسبب التصبغات. اوكي، يعني انا لسه كنت والله كنت لسه هسال، انا طلع لي حاجات سودة في وشي ومش عارفه من ايه، وقعدت اقول ده مرض جلدي. طب اصل دي مش عارفه. طب ده اثناء الحمل ولا بعده؟ بعد. فبعد بسنه. طب بعد بسنه ده اكيد مش كلف حمل طبعا. تمام. لكن ده كده ممكن يكون نتيجه ان بقف قدام البوتاجاز من غير ما احط صن بلوك؟ وارد جدا طبعا، وممكن يكون تغيرات هرمونيه، ممكن يكون انت طبعا حد يعني فنانه مذيعة جميله، فدايما بنستخدم ميك اب، دايما وشنا مرهق، دايما الاضاءه، دايما الكاميرات، كل الكلام ده ممكن يكون بيأثر عليك. الكاميرات دلوقتي اللي موجوده دي بتأثر على وشنا؟ طبعا. فعلا يعني لازم احط لها صن بلوك برضو؟ هو المفروض طبعا، بس مش هقدر اطلب منك ده عشان الميك اب بتاعك وكده، بس ممكن صح. نحط طبقه خفيفه واحنا نازلين، فاهماني؟ يعني المره اللي فاتت لما كانت ضيفه معانا في حكايه نجاح ادتني كده سامبل من فاونديشن صن بلوك. ايوه بالظبط. صح، ده عظيم. عايزه اقول لك هو حلو جدا، يعني انا اصلا انا من النوع اللي بحب انزل بشرتي موحده كده صافيه وحلوه كده. بالظبط. فبحط، مش عايزه احط ميك اب، فبجيب صن بلوك اللي هو التنتد، اسمه تنتد، اللي هو فيه درجه فاونديشن بيديني نفس النتيجه بتاعه الصن بلوك العاديه. هي بالظبط، هو غير لك لون الكريم للون، حط فيه درجه بس يعني. بجد؟ هي بتديكي بس نور او ضي كده، مش ده أكتر. عظيم. انا بالنسبه لي بحطه وبحط عليه فول ميك اب فوقيه. بالظبط، ولا حصل اي حاجه خالص. هتحطي البلاشر وترسمي بقى ودرجات ايا كان. بالظبط بالظبط، الموضوع بسيط، وبتحمي نفسك وبتحمي بشرتك. وللعلم يا جماعه الصن بلوك مش بيتغسل بالميه، هو بيتشال. نعم. بالميسلر. بجد؟ بمزيل الميك اب، يعني لو شلتيه بالميه هو هيفضل الاثر بتاعه جوه وشك. عشان تقيل. بالظبط. بس برضو خليني اقول لك على نقطه انت اشتكيتي منها، انه بيلزق. كل واحد يختار حسب نوع بشرته، يعني في الفلويد ده بيمشي للبشره العاديه والجافه. البشره الدهنيه لازم نجيب جيل كريم. أوكي. جيل كريم يعني ماتيفاينج، بيديكي زي مط في الوش كده، مط ما بيديش لا لمعه ولا بيلزق. اول ما تحطيه وينشف هتلاقي خلاص الدنيا ولا كانك حاطه حاجه. اوكي. بس الصن بلوك ده حاجه مهمه جدا جدا في الصيف وفي الشتاء. المخرجه بتقول لي دي بتهزر، انا احط صن بلوك واقف قدام البوتاجاز؟ سي وشك، حطي صن بلوك وخشي اطبخي. طيب حتى لو انا طالعه من البسين او طالعه من البحر، الصن بلوك برده بشيله مش بالميه؟ طبعا. فعلا احنا بنتخيل ان هو خلاص اوريدي ضاع او راح. مين قال انه ضاع؟ انت وشك شربه.
اوكي تمام. وبعدين هو في نقطة، احنا بقى في ناس بتعمل غلطة وبيتحرقوا، ان هم يحطوا للاطفال من نفس النوع السان بلوك اللي هم بيحطوا منه. هنجيب 100 نوع ولا ايه؟ لا، هو الاطفال ليهم نوع بيبقى الفور كيدز، والكبار ليهم سان بلوك. تمام. طب لو حطيت لهم من النوع بتاعي ده غلط على بشرتك؟ طبعا طبعا. وبعدين ما تحطيش وتنزلي على طول، في ناس اعرفهم بيحطوهم قاعدين على البيسين او قاعدين على البيتش، ده غلط جدا اصلا، هو مش هيلحق يعمل حاجه. اوكي فاوريدي تطلعي تقولي ده انا اسمريت اكتر، يعني هو يسمرك اكتر لو انت هتلاقي افكت غير اللي انت كنت متوقعه. فالمفروض بنحطه قبل ما ننزل في المكان اللي فيه الحراره او الشمس بنص ساعه. يا نهار ابيض، اللي انت قلتيه ده كله احنا بنعمله غلط. بالظبط. خليني ندخل بقى في الحبوب اللي احنا في الاول خالص كنا بنتكلم عنها. ساعات مثلا من الحاجات اللي بتحصل ان انا اروح اعمل جلسه ويطلع لي حبوب، او استخدم منتج والاقي طلع لي حبوب وبعد شويه الحبوب تروح، فاقول ما المنتج زي الفل اهو، ولا المفروض ان انا اول ما يطلع لي حبوب وانا بستخدم منتج اوقفه؟ طيب بصي يا ستي، بالنسبه للجلسات المفروض ان انت لو رايحه تعملي جلسه ووشك اصلا فيه حبوب يفضل ان انت ما تروحيش، ولازم تكوني واثقه في الحد اللي انت رايحه له انه يكون بروفيشنال ودارس هو بيعمل ايه كويس. انا رايحه عشان امشي الحبوب واصفي بشرتي. ما فيش حاجه اسمها امشي حبوب، لان البنات فاكره ان انت بتعملي معجزه، انا هروح لك بحبوب هطلع من غيرها. مثلا ده ما ينفعش خالص، بالعكس انا بساعدك بالتنظيف البشره اللي هو النتواج اللي هو التنظيف العميق، ان انا اساعدك ان انا اشيل لك اي دهون تحت الجلد او البلاك هيد الوايت هيدز اللي بتتحول اصلا لحبوب، ان الموضوع ما يزيدش معاكي وانت بتحافظي بالروتين بتاعك في البيت. وبالنسبه للناس اللي عندها حبوب، هي مشكله كبيره معتمده على ثلاث اركان مهمه جدا. اوكي. اولا يعني التغذيه بتاعتك، اللايف ستايل بتاعك بيفرق طبعا. يعني الناس اللي بتاكل شطه دايما يشتكوا ان هم عندهم حبوب. فعلا المخلل. اوكي. اي حاجه مقليه، الاكل المقلي كله، فرايد تشيكن بقى، البطاطس. انا اول مره اعرف المعلومه دي. لا طبعا، الاكل ليه عامل مهم جدا، الشطه، الاندومي، يعني النسكافيه 3 في 1 و2 في 1، الحاجات اللي هي المهدرجه، كل ده غلط. بالظبط، الحاجات المقليه كل ده بيأثر. ده أوكي. جانب الاكل. اوكي. وده جانب اساسي جدا ومهم، وتقريبا معظم البنات هي تقريبا 50% من نجاح ان هي وشها يخف ان هي تمنع الاكل ده. فانت بتقولي لها من البدايه والله ما لكيش جلسه، انت تروحي وتعملي كده. لازم يعرفوا كده. تاني حاجه الهايجين اللي هو النظافه، مش ان هي مش نظيفه، لا طبعا، بس الفكره ان انا لازم كيس مخدتي دايما يتغير، يعني كيس المخده ده لازم انام عليه مرتين بس، يعني وشي ينام على وش مره والوش التاني بكره وخلاص على كده، لان انت هتنقلي لنفسك عدوى. والفوطه الشخصيه، تقولي ده انا بستخدم فوطتي لوحدي، برضه غلط جدا. ما انت هتنقلي لنفسك، لو وشك فيه حبوب هتنقلي من كل مره بتنشفي فيها من نفسك لنفسك. طب استخدم مناديل مثلا؟ طبعا. تيشو منديل وبنطبقه كده ونرميه، حتى ما تحركيهوش في وشك عشان ما ينقلش. من المعلومات دي بفلوس كتير جدا. يعني احنا مستغلين خدعه. بجد ده يعني احنا ما بنعملش كده خالص خالص، ولا حد بيقول لنا على فكره، ما احنا ما نعرفش، احنا مش خبراء. اوكي. ما احنا تالت حاجه بقى. تالت حاجه بقى ان انت تتابعي ان انت دايما تنضفي وشك وروتينك. لازم الروتين يبقى يوميا صباحي ومسائي. أوكي. لازم نهتم، لازم يبقى عندنا على الاقل عشان ما زودش الكوست على الكلاينت، ان انت يبقى عندك غسول مناسب لبشرتك، لازم كريم مرطب. دلوقتي الصور كمان هتنزل بتاعه الشغل بتاعك عشان الناس تشوف الفروقات، وليه بقول نفسي اقعد تحت ايديها. فلازم الغسول، لازم مرطب مناسب للبشره، لازم صن بلوك. وفي دايما بتوع البشره الدهنيه يقولوا لك يعني ايه احط مرطب وانا بشرتي دهنيه؟ هتطلعها بكره. طب ما انت هتعجزي نفسك، بشرتك تعجز. ما هي مليانه دهون، احط ليه؟ لا، في مرطب خاص للبشره الدهنيه بيبقى المكون بتاعه ميه اكتر من ما يكون مواد دهنيه، بس بيدي ترطيب للبشره. يعني لازم ارطب في كل الاحوال. طبعا طبعا. أوكي. ومش بكميات، هو المرطب مش ان انا احط كتير. لا طبعا، يعني خلي الكلام ده للشتاء. فاهمين غلط دلوقتي. كل الصور بتاعه الشعر والبشره هتتعرض عشان تشوفوا بس الفروقات. انت كمان دلوقتي يمكن المره اللي فاتت ما كناش داخلين في البند بتاع الشعر، درست بقى، درسنا الشعر بتاعه. انت عماله تدرسي يا ميرنا، مش عارفه هتوصلي لايه، بس ادعي لي يا رب. من الحاجات برضو المهمه اللي بنتكلم عليها ان طلعت الفيتامينات مهمه جدا للشعر والبشره كمان. طبعا احنا ما بنركزش قوي في الحكايه دي. انا عايزه سيشن، انا بحترم السيشن، اروح اطلع زي الفل. طيب انت هتيجي تعملي السيشن، دفعتي الكود المطلوبه، تمام، وانا عملت لك السيشن من غير ما اسالك انت ايه مشاكلك اصلا، بتاكلي ايه، عايشه ازاي،
عندك اطفال ولا لا، سنك ايه، انا ما اهتمتش بكل الهيستوري بتاعك ده. انت بتساليني كل ده لما اجي لك؟ اه طبعا، انا جلستي طويله شويه. يا نهار ابيض، عشان كده على طول مشغوله. فهي لازم اسالها على كل ده. طيب انت جيتي دفعتي الكوست بتاعتك وعملتي السيشن بتاعتك، روحتي كلمتيني كمان كام يوم، ايه ده النضاره اللي كانت في وشي راحت؟ اه طب هي راحت ليه؟ صح، احنا عشان كلنا بيحصل لنا كده بالظبط. طب انا عشان انت اصلا ما عالجناش السبب الرئيسي اللي مسبب لك النقص اللي عندك، انه مثلا انت عندك نقص مثلا في الحديد، مريضه انيميا، عندك فيتامين دي واقع، ومعظم فعلا مش ببالغ كل تقريبا الستات المصريه الاصيله فيتامين دي عندها واقع. طبعا واقع بجد، بسبب ان احنا ما بنهتمش الشمس كفايه، والولاده الاكل والحمل والكل الكلام ده يعني بيفرق جدا، بس فيتامين دي مهم في عظم، في ان انت اصلا تبقي قويه قادره تتحملي قادره تشتغلي. يعني انا ممكن اكون جايه مثلا جلسات بلازما او ازرع شعر وعالج فيتامين دي الاقي شعري بقى زي الفل خلاص مش محتاجه حاجه؟ بصي، هي بتبقى عوامل مساعده. خلاص انت واحده مثلا صبغتي شعرك، عملتي بروتين، عملتي كل اللي نفسك فيه في شعرك، خلاص وجاي متدمر، هو بيتقطع متفرفت، فانا اوريدي مش هقدر اساعدك. هعمل لك حاجه واحده بس على ما اقدر اساعدك. ايه هي بقى؟ ان هنعمل تحاليل، هنتابع في التحاليل، ناخد مالتي فيتامينز، ممكن توصل احنا ناخد حقن عشان نساعد اكتر. بعد كده بنشتغل لما الاقي نسب التحاليل بتاعتها اتحسنت شويه، وان الشعرايه بتاعتها بعد ما كانت ضعيفه وهشه وتتقطم في ايدي هي بقت قويه جدا. لما توصل شعرايه تبقى قويه، انا ابتدي اتعامل. ليه؟ لان انا هشوف نتيجه تعبي. مش مهم الجلسه، مش الجلسه دي اخر حاجه احنا دلوقتي بنفكر فيها. انا هساعد، بس انت لو من جوه مش سليمه مش سامحيني اي حاجه انا هعملها من بره ملهاش ثلاثه لازمه يعني. وانت بتقولي لي كده في وشي، دي حاجه بصي دي امانه محترمة. اصلا انت هتيجي، انا هعمل السيشن، انت هتطلعي مش مبسوطه، انت مش هتيجي تاني. صح، وانا مش هبقى مرتاحه برضو، فخلينا ماشيين اكتر يعني ايه اللي ليا وايه اللي ليكي. فاعمل تنظيف البشره كام مره في الشهر؟ لا، هي مره كل يعني من 28 يوم ل 30 يوم. مره واحده؟ مره واحده. في ناس يقولوا تنظيف البشره ده سيء وبيعمل بيفتح مسام وحاجه مش لطيفه وبلاش نعمله اصلا. لا بصي بقى، ده كلام كله يعني سامحيني عن عدم علم. تنظيف البشره ده حاجه روتين اساسي، او احنا بشرتنا ليها روتين يومي، روتين اسبوعي، روتين شهري. فده الروتين الشهري، ده الروتين الشهري بتاعك، ولازم اعمله من 28 يوم ل 30 يوم. ل 30 يوم بالزبط. حتى لو بشرتي دهنيه مش دهنيه، لازم مش الدهنيه تيجي في ميعادها. يعني انا عندي البنات مثلا تيجي يوم 8 8 تيجي يوم 8 9، هم عارفين ده حاجه خلاص اساسيه في حياتهم، هم بقوا كده يعني، وخلاص بقوا بيتحسنوا كل مره. بنلاقي حتى ان نسبه الدهون ابتدت تقل، بعد ما كنا بنقعد في السيشن ننضف ساعه ساعه ونص، لا خلاص الموضوع بيقل جدا، بقيت السيشن نعمل حاجات تانية احسن. بالظبط كده. فلا، الروتين بتاع البشره ده مهم جدا، والمسامات دي ربنا خلقنا بيها. أوكي. انا مثلا حد بشرتي دهنيه، انا ربنا خليني مساماتي اصلا واسعه، انا بكون دهون وبسيب الدهون تتكون، يعني انا خلاص هي مساماتي على قدها بكون. بالظبط كده. انت كمان سايبه فبتوسعيها اكتر زي ما تكوني بتغذيها بالظبط. فنيجي نعمل سيشن التنظيف، انا بشيل الدهون، تبتدي انت تشوفي ايه في المرايه؟ بتشوفي المسام، لكن اللي هي اصلا كبر المسام. بالظبط، مفيش حاجه اسمها كده، لا في حاجه اسمها افتح ولا حاجه ان انا اسمها اقفل بشره. نورتيني يا مريم، انت نورتيني. متضايقه ان احنا خلصنا، ونفسي الفقره بتاعتك تبقى 3 4 حلقات في بعض عشان نقعد نتكلم كتير عن البشره. بجد انا اتشرفت بيكي وبفرح بشوفك. صدقيني صدقيني، وانا اكتر. وتوعدينا ان هيكون في لقاء تاني عشان نستغلك تاني وتقولي لنا معلومات كتير ان شاء الله. فاصل صغير جدا وهنرجع لكم في فقره مهمه جدا جدا وحلوه، اوعى تروحوا في اي حته.